طيب الجزء الثاني يا جماعة اللي أنا حابب أشرحه لكم في الكاميرا، بالنسبة للتصوير طبعا أنا هوريكم تصوير الكاميرا، ولو يعتبر مشهد المشاهد. طبعا أنت لما تبقى عايز تقرب بتستخدم زرار التقريب اللي احنا قلنا عليه اللي هو الزائد، وبتنقص تمام، وبتبدأ تدوس على الزرار التصوير، هيصور لك صورة فوق الوصف. طبعا زاوية التصوير بتختلف في ان انت ممكن تقرب او تبعد، وكل ما تقرب وتبعد مش تقرب على طول، لان لو انت قربت على طول الكاميرا ما بتاخدش الوضع بتاعها، فانت بتحاول بقدر الامكان ان انت تقرب وتبعد بالراحة عشان الكاميرا تاخد الوضع وتقدر تصور بصورة اوضح. تمام. طيب بالنسبة اخر حاجة يا جماعة هنشرحها الكاميرا دي ان شاء الله، اللي هو المدخلات بتاعتها، وده طبعا لو احنا عايزين نقفلها هنقفلها طبعا دلوقتي، عشان هتبدأ انا لما هاجي اقفلها. خلي بالك لاحظ العدسة تعمل ايه، العدسة دخلت مرة تاني. طيب فين هنا هو المدخل بتاع اللي هو ادي المدخل بتاع الشاحن، خلاص اللي هو بيدخل لي مدخل شاحن الكاميرا والمدخل بتاع الهاي ديفينيشن. تمام. طيب لما باجي انا اشحن يا جماعه بتبقى بتنور عندي لمبه هنا هو، تمام. اللمبه دي بتبقى لونها احمر، اول ما بيكتمل الشحن بتاعي بتبقى لونها اخضر. ادي اللمبه دي. بكده يا جماعه الكاميرا دي انا اشتريتها، وحابب اقول لكم ان سعرها منافس جدا في السوق، واني مش هتلاقيها عند غير شركة يونايتد العالمية. وان شاء الله باذن الله اللي عايز يجيب واحدة حاليا دلوقتي نازل عليها عرض، وان شاء الله باذن الله عشان تستغل العرض يعني ان شاء الله باذن الله بدون فوائد، وكمان عليها تقسيط. التقسيط ده بيقعد عليها 12 شهر وبدون فوائد، حاليا دلوقتي العرض نازل. فان شاء الله باذن الله لو عايزين تستغلوا موضوع الكاميرا دوا تستغلوه معانا في خلال قبل ما يخلص العرض، لان العرض معتمد على كمية الكاميرا. وبكده ان شاء الله نكون احنا شرحنا ان شاء الله، يعني ارجو ان انا اكون شرحت الكاميرا شرح وافي جدا، وتكون ان شاء الله باذن الله استفدتوا في الدرس دوا. وان شاء الله باذن الله معانا جديد، ان شاء الله منتجاتنا الجديدة باذن الله منتج جديد تاني هشرحه ان شاء الله باذن الله المرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.